السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، ما تنسوش تابعونا معنا في القناة وتتابعونا باش يوصلكم الجديد، وشكرا لكم على المتابعة. فاز فريق الوداد الرياضي لكرة القدم اليوم 29 أغسطس على ضيفه استاد المغربي بنتيجة ثقيلة، وهي 8 أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت اليوم بمركب محمد بن جلون بمدينة الدار البيضاء، وتكلف بالمهمة تسجيل 8 أهداف كل من سيف الدين بوهرام مناسبتين، وصلاح الدين بنيشو مناسبتين، وحميد أحداد وأيوب العملود وإسماعيل المترجي وزهير المترجي. ويواجه الوداد الرياضي خلال الجولة الأولى من الدوري الاحترافي برسم الموسم الرياضي المقبل مضيفه اتحاد الفتح الرياضي يوم الجمعة المقبل 2 أغسطس 2022، بداية من الساعة 15 على أرضية الملعب ولي الحد مولاي حسن بمدينة الرباط. يشار إلى أن الوداد الرياضي توج خلال الموسم الماضي بالعصبة الإفريقية والبطولة الاحترافية، في المقابل فشل في التتويج بلقب كأس العرش بالخسارة أمام نهضة بركان. إخواني أخواتي، ما تنسوش تابعونا معنا ويوصلكم الجديد، وتبارك الله عليكم.